من ذهب أن هذه الليالي العشر هي الليالي العشر الأخيرة من رمضان، ومنهم من قال أنها الأيام العشر من ذي الحجة. هناك اختلاف، ولكن أهل العلم يعني حرروا هذا الخلاف ولا أريد أن أدخل في تفصيله، ولكن قالوا أن أفضل ليالي الدنيا أو أفضل الليالي هي الليالي العشر الأخيرة من رمضان، لأن فيها ليلة هي خير من ألف شهر. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. والحديث الذي سقته آنفا: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومنهم من قال، وهذا ابن عباس وقتادة رضي الله عن ابن عباس ورحم الله قتادة عفوا مجاهد، قالوا أن أفضل الأيام هي المقصودة في هذا القسم هي أيام العشر من ذي الحجة. لماذا؟ لأن فيها يوم خير يوم طلعت عليه الشمس. أي يوم؟ يوم عرفة، خير يوم. ولا يختلط عليك الأمر بالحديث الذي ساقه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيح عن يوم الجمعة. هناك حديث: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، هذا خير يوم في الأسبوع، الأسبوع. أما في العام كله فهو يوم عرفة، يوم عرفة. فحرروا هذا الخلاف أن يوم عرفة العشر الأيام من ذي الحجة والعشر الليالي الأخيرة من رمضان. أنتقل بكم نقلة مهمة جدا، هذا موضوع مهم. أحيانا اسمع عني هذا الكلام، لأن هذا الكلام مهم. أحيانا يفضل الله في القرآن أو على لسان نبيه مكانا صلى الله عليه وسلم، مكانا أو ليلة أو يوما، ولكن لا بد من نص لكي تفعل في هذا المكان أو في هذه الليلة طاعة مخصوصة بالمكان أو بالليلة. حفسر، بس أصبر معي، أنا حفسر هذا الكلام. الحديث الثابت الصحيح، وهو الحديث الوحيد الذي ثبت في فضل ليلة النصف من شعبان، وهو في صحيح ابن حبان، حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يطلع، والله سبحانه وتعالى يطلع، لا تكيف ولا تشبه ولا تعطل، هو يطلع، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إلى أهل الأرض فيغفر لهم في ليلة النصف من شعبان، إلى أهل الأرض فيغفر لهم إلا مشاح أو مشرك. فهذا أمر عظيم، هذه ليلة فاضلة، إن رب العالمين ينظر إلى أهل الأرض جميعا فيغفر لهم إلا المشاحن، المشاحن اللي عنده خلاف مع أخيه أو واحد مشرك لا يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به. فهذه في أي ليلة؟ في ليلة النصف من شعبان. طب اتخذ الكثير من المسلمين هذا الحديث أساسا لهم لكي يتعبدوا بطاعة خاصة في ليلة النصف من شعبان، وهذا لا ينفع، لابد من نص ثاني، نص يصرح لك بالعبادة. هي ليلة فاضلة لكن حافظ على الطاعات، إذا كنت تقيم الليل كل ليلة فلا يضرك أن تقوم ليلة النصف من شعبان، إذا وافق هذا قيام لك. إذا كنت تصوم الثلاث أيام البيض التي سماها بالبيض صلى الله عليه وسلم، بالبيض اللي هي 13 و14 و15 من كل شهر، فحيوافق 15 شعبان، صم. إذا كنت تقرأ وردا يوميا من القرآن ووافق النصف من شعبان فاقرأ. إذا كنت تذكر الله سبحانه وتعالى بطريقة ما كل يوم ووافق النصف من شعبان
فافعل، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل استعذتم؟ طيب فافعل، لكن تخص الليلة بعبادة خاصة لا تفعل. ابتدع، وهذا على فكرة الأمر بفضل الله، أنا لا أدري هنا في هذه البلاد نجانا الله من هذه، ولكن هذا الأمر خطير في بلاد مثل الباكستان، في بلاد مثل أفغانستان، البلاد اللي هم يتبعون يعني أبي حنيفة بحرارة، يعني واتباع أبو حنيفة ما فيه شيء، لكن بحرارة أبي حنيفة، وإلا رحم الله أبا حنيفة وهو إمام فاضل، ولكنهم يتبعون، وأبو حنيفة بريء منهم، يعني بريء، أبو حنيفة لم يقل بشيء، هو علماء المذهب هم الذين قرروا له، يعني يذهبون لزيارة القبور في ليلة، أنا لا أدري هل يفعل هذا هنا أم لا، أنا لا أدري، أنا لا علم، يذهبون لزيارة القبور في ليلة النصف من شعبان، ويتعبدون عبادة خاصة في ليلة النصف من شعبان، ويقولون أن هذا فضلها، ويستخدمون هذا الحديث. أنا أسوق لكم مثالا آخر، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر، والحديث في الصحيحين، أصله في الصحيحين، وله روايات كثيرة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. يعني هذا الكلام في المسجد النبوي في المدينة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لكم جميعا حجا إن شاء الله، أو عمرة إذا كنت حججت، ها إذا ذهبت إلى المسجد الحرام المسجد النبوي، هذه المنطقة التي بين منبر النبي، المنبر الذي كان يلقي عليه خطبته، وبين بيته، ها حجراته، قال عنها روضة من رياض الجنة. وهي فعلا إذا ذهبت إلى هناك تشعر بروحانيات غريبة في هذا المكان. المسلمون يذهبون هناك ويفعلون الكثير من البدع في هذه المنطقة، يخصون هذا المكان بتحية المسجد، ويخصون هذا المكان بقراءة القرآن. من أين لك هذا؟ هو مكان فاضل، نعم اجلس فيه إذا صادف تحية المسجد فصلي تحية، لكن لا تخصه بعبادة خاصة. لماذا أقول هذا الكلام؟ أنا لماذا قلت هذا الكلام؟ لأنني قلت منذ زمن بسيط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الأيام العشر من ذي الحجة أنها أفضل أيام الدنيا، إذن هي أيام فاضلة في ذاتها. طيب هل الكلام الذي قلته عن ليلة النصف من شعبان والروضة التي هي في المسجد النبوي ينطبق على هذه الأيام؟ هذا سؤالي لكم، هل ينطبق؟ ها هي فاضلة بس ولا ممكن نعمل في هذه الأيام أعمال؟ لماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه الإمام البخاري والإمام الترمذي وأبو داود من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، اسمع هذا الحديث: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من تلك الأيام، يعني العشرة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع بأي شيء منهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لعلي خالفت النص. يبقى إذن في هذا الحديث، حديث جابر، قرر النبي صلى الله عليه وسلم فضل هذه الأيام، وفي حديث عبد الله بن عمر قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن العمل الصالح في هذه الأيام مفضول أيضا، يكفيك هذه أحب إلى الله. رب العالمين يحبك أن تعمل عملا صالحا في هذه الأيام العشر، في هذه الأيام العشر. ولذلك سبحان الله افترض فيها هذه الزيارة إلى بيته، افترض رب العالمين هذا الركن الذي به تذهب لله سبحانه وتعالى في بيته، الحج. أنتم تعرفون أن الحج يبدأ في أي يوم من هذه الأيام؟ اليوم الإيه؟ ها؟ ما تقولوا يا شباب اليوم الإيه؟ ها؟ الثامن، التاسع، العاشر يوم النحر،
وبعدين الأيام اللي هي الأيام التشريق الثلاثة. بس الحج رسميا يعني بأعماله ونسكه ينتهي في العاشر، لا يبقى إلا واجبات الحج اللي هي الرمي، الجمرة الكبرى والصغرى والوسطى. فافترض رب العالمين في هذه الأيام الفاضلة زيارة بيته، زيارة بيته. هنا الخطأ، وأقوله بفضل الله يعني بحسن نية، الذي يقع فيه الكثير من المسلمين. أي خطأ؟ يظنون أن هذه الأيام خاصة للحاج أو المعتمر. الكثير من المسلمين يعني عنده هذه الأيام، أنت بس إيه، أيام فاضلة وأيام كويسة إذا ذهبت فين، لكن أنت جالس ماكث هنا ما لا ما خلاص ما عليك شيء. لا يا أخي، لا، أنا يعني في العشر دقائق القادمة سأسوق لكم أدلة من السنة أن رب العالمين أراد أن يربط بين من هم في الحج ومن هم في غير الحج. الأمة بأكملها، الأمة بأكملها، بشعائر متشابهة تقريبا. أسوق لكم أول شعيرة، وهو حديث في صحيح مسلم، حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة، أو إذا أهل ذو الحجة، وهذا هو اللفظ الصحيح، إذا أهل ذو الحجة اللي هو شهر ذو الحجة. إحنا كم النهاردة ذي القعدة يا جماعة؟ أتدرون؟ 22 ذي القعدة، يعني باقي على هذا الهلال كم يوم؟ 8 أو 7 وفق الهلال. إذا أهل ذو الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، هيضحي متى؟ في يوم الايه؟ يوم النحر، يوم العاشر من ذي الحجة. وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظافره. أنت رب البيت وحتضحي لأولادك عن عائلتك يوم النحر، وأردت أن تضحي، امسك عن شعرك وأظافرك. يعني تمسك عن شعرك وأظافرك؟ لا تقص. ولذلك أنا أنصح الإخوة الذين يلتزمون بهذه السنة، أولا أنصح أن نحيي هذا، هذه عبادة. سبحان الله، أن تمسك عن شعرك ولا تحلق. ما أنت بتقعد بالشهر وبالشهر ما بتحلقش أصلا، ما يضرك، لكن أنت الآن ستمسك إيه؟ تعبدا، يعني تمسك لأول مرة، هتسيب شعرك تعبدا لربك، عبادة لربك وطاعة لربك. فلا يمسن أحدكم، أمسك، ها، فقلم أظافرك واحلق شعرك قبل هلال ذي القعدة، قبل هلال ذي الحجة، ها، وإذا أهل ذو الحجة فامسك حتى إيه؟ حتى الضحي. طيب هذه شعيرة، شعيرة هي إيه؟ مفرد لشعائر، ها؟ ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هو ربنا على فكرة لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله إيه؟ التقوى. إن أنت تقول يا رب سمعنا وأطعنا، ليه يعني اسيب ضوافري ليه يا عم الحاج؟ انت ايه، انت هتعجل لي الدنيا ليه؟ واسيب شعري ليه؟ ايه العقد دي؟